والله منذ بدأت هذه العلاقات في أكتوبر تشرين الأول 2020 عندما التقى البرهان نتنياهو في أوغندا، كان موقف الحكومة السودانية غير واضح. يعني الحكومة السودانية تصدر بيانا للشعب توضح فيه أسباب بداية العلاقات بين السودان وإسرائيل. الذي حدث قبل أيام، نقلت القناة الإسرائيلية 24 نيوز عن وفدا سودانيا أمنيا يضم الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة بزيارة لإسرائيل لتثبيت العلاقات بين البلدين والمضي قدما في مسار عملية السلام بين السودان وإسرائيل. ولكن الحكومة السودانية نفت نفيا قاطعا عبر بيان رسمي من جهاز المخابرات العامة، وكذلك استنكر مجلس الأمن والدفاع هذه الأخبار وقطع بعدم صحتها. يعني والمواقف التي تجعل هذه الحكومة تتأرجح في مواقفها إن الشعب السوداني 90% من الشعب السوداني هو غير راض عن هذه العلاقات بين إسرائيل والسودان لأسباب تعود لعقود من الزمان، وبالتالي الحكومة السودانية دائما تخفي هذه الأخبار ودائما هذه اللقاءات تظهر من الجانب الإسرائيلي ويعلن عنها الإعلام الإسرائيلي قبل أن يعلن عنها السودان، وهذا يؤكد ضعف الحكومة السودانية في موقفها اتجاه هذه العملية. طيب، هل أفهم منك أن هناك مخاوف من الحكومة السودانية من تداعيات ما بعد التطبيع لتوسيع رقعة الخلاف في الداخل السوداني جراء تعميق العلاقات؟ بالتأكيد التحالف القائم في السودان الذي يحكم السودان بعد ثورة ديسمبر هو الآخر لديه خلافات كبيرة جدا في وسط أحزاب عريقة جدا رفضت هذه الخطوة التي قامت بها الحكومة السودانية، حكومة الفترة الانتقالية منذ بداية لقاء البرهان مع نتنياهو. بالتالي مخاوف السودان من توسيع هذه دائرة الخلاف الداخلي، وكذلك رفض الشارع السوداني لهذه العملية، عملية التطبيع المجاني مع إسرائيل. والسودان يعتبر إسرائيل هي عدو استراتيجي لأمن وسلامة المنطقة، لكنها كانت مقابل رفع اسم السودان قائمة الإرهاب. ذهب الكثير إلى أنها ستكون مقابل رفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب. هذه المعادلة بالتأكيد هي معادلة خاطئة، لأنه عندما أدرج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب لم يكن هناك خلاف بين السودان وإسرائيل فيما يتعلق بتطبيع السلام بين الدولتين. الأسباب التي أدت إلى إدراج اسم السودان في قائمة الإرهاب أسباب تعود لقضايا أخرى، النظام الإسلامي القائم في السودان منذ 89 وتوجهاته لنشر الفكر الإسلامي الوسطي في المنطقة وفي منطقة الغرب الإفريقي والتوسع والتمدد في إفريقيا والمنطقة العربية، هي الذي جعل السودان يوضع في قائمة الإرهاب. ولكن الكيان الإسرائيلي دائما ما ينتهز مثل هذه الفرص ويضغط على الحكومات التي تتميز بعدم الثبات والضعف، خاصة الحكومات الانتقالية أو الذين يطمعون في الحكم تستفيد من هذه الفرص في أنه تحقق مكاسب من خلال تقديم طبق من ذهب في أنه حنرفع العقوبات عن السودان وقائمة الدول الراعية للإرهاب مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. و الخطوة التي اتخذها السودان خلال الأيام الماضية عبر مجلس الوزراء بإلقاء قانون يمنع التعامل مع إسرائيل، هذه كانت صدمة بالنسبة للشارع السوداني، وكانت فيها كثير من الفوائد التي يجنيها الجانب الإسرائيلي دون أن يقدم للسودان شيء. هل ستؤثر كثيرا هذه الخطوة على الحكومة الانتقالية في السودان وستزيد من التحديات أمامها في هذه الفترة برأيك؟ بالتأكيد ستزيد من تحديات الحكومة السودانية أمام الداخل والتحديات الإقليمية. كثير من المنطقة الدول في منطقة القرن الإفريقي أو في المنطقة العربية هي لديها تحفظات حول السلام مع إسرائيل في الوقت الراهن دون أن تقدم الحكومة السودانية أي مبررات لهذه الخطوة. هل سيستفيد السودان من هذه الخطوة في إطار المصالح العليا المشتركة بين إسرائيل والسودان، أم أن هذه العلاقات هي علاقات مجانية تقدمها الجانب السوداني وتقدمها الحكومة السودانية لإسرائيل للاستفادة من مياه النيل، للاستفادة من الأراضي الزراعية، للاستفادة من كثير من موارد السودان. وبالتالي الحكومة السودانية ستواجه تحديات داخلية على مستوى الشارع السوداني في أنه يقبل هذه الخطوة، وستواجه تحديات إقليمية ودولية وكذلك في هذا الشارع. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به الأستاذ أدم مهدي حسب الكريم الإعلامي السوداني، كنت معنا من الخرطوم.